السلام عليكم شيرات، كيراكم دايرين؟ لاباس. اليوم عندي شيرات، عندي طلبيه تاع زوج انواع تاع كاطو صابلي بريستيج. قلت ان شاء الله بربي نصورها لكم، ندير لكم فيديو. شا عندي شيرات هنا، غادي نبدا في صابلي تاع في الصابلي والشوكولا. غادي شا غادي ندير فيه، غادي ندير لكم الوصفه الاولى ومن بعد نزيد لكم الزوجه. هنا شا عندي شيات، شا عندي في المقادير عندي هنايا قوطي 500 غرام مارغرين قوطي هنايا. غادي ندير هذا الكاطو، غادي ندير زوج كيلو، نوزن زوج كيلو. هنا تبعوا المقادير تاع شا غادي ندير فيه زوج كيلو، شحال تخرج لي من دهان ومن بيض. عندي قوطي دهان كبير تاع 500 غرام، عندي هنا كاس تاع سكر غلاس، سكر غلاس سكر ناعم، عندي كاس مايزينا، عندي وحده خميرة الحلويات، عندي هنا شيات خمسه تاع بيض. هنا شيات شوفوا الا كان بيض كبير ديروا ربعه، وانا عندي بيض صغير شويه قلت ندير خمسه. دونك نبدا نخدم ونكمل لكم المقادير الاخرى. هنا شيات شنو نزيد ندير، راني درت هنا مع 500 غرام تاع دهان، غادي ندير معاها هنا بيض شيات. شوفوا غادي ندير ثلاثه بيضات كومبلي باش ما يجيناش الكاطو يتفتت، خاطر راني دايره فيه المايزينا. وغادي ندير الزيت كما قلت لكم، طلبيه كبيره تاع زوج كيلو، انا نفوت تفوت زوج كيلو. هذه ما عارفين الكاطو وحده تتفتت، وحده اللي قديروا زياده، غير بيا قلت لكم ديروا ثلاثه. وهنا غادي نديروا زوج صفار البيض صغير شويه، انا عندي البيض صغير درت خمسه. هنا ندير الكاس تاع المايزينا، كاس انا كما تعودتوا عليا، انا ندير كلشي في رحبه كلشي ونبدا نعجن. ونزيد هذا الكاس تاع السكر كلاسي، كاس. شوفوا هنا شي تاعنا، نقول لكم السكر هاد الصوالح غير صفوهم باش ما يقعدوش هذوك لي كريمون. هنا شي نزيد شيرات، ندير تاني كاس تاع السكر، كاس تاع السكر عفوا كاس تاع زيت، راني غير السكر السكر. وهنا عندي عطر الكراميل، هاد العطر في الكراميل في اللي عارفين في لي صابلي تاع الشوكولا يمد بالنشاب بزاف بزاف. ديرو غير شويه كيما هكا ونزيد الكاكاو. وهنا شيات الكاكاو، ما ديروش كاس معمر باش ما يجيكمش ما يلبس لكمش العجينه ويطلق هذيك المروره. ديروا كاس هنا ناقص دو دوا، كاس ماشي معمر ناقص شويه. دوك تاني نصفي داك الكاكاو. هنا ديروا كاكاو كما قال لك، ماشي ما ديروش كاكاو داك النواغ، ديروا داك القهوي. هذا مكان دوك نعجن هاد، نعجن كلشي هادو في رحبه ونبدا ندير في الفارينه ولا ريفور. دوك نعجنها كاع الشيلات، نوريكم من بعد ندير الفارينه وندير نوريكم القوام تاعها كي داير. وما تنسوش الساشي تاع لا ريفور، انا الساشي ندير حتى كي ندير الفارينه ندير فوقها الساشي تاع لا ريفور. دوك الشيلات نعجنها ونرجع معكم باش نبداو نقطعو باش ما نطولوش الفيديو. هنا الشيلات نروحو للعجينه الثانيه، شا عندنا هنا فيها الشيلات هذه غادي نديرها و دو فراس وبكلاصاج. هنا شان درت نفس المقادير شيات، درت كيما درت تاع الكاكاو درت فيها شاولة. هنا شيات انا عندي السكر غلاس ماشي كيف كيف، هنا غادي ندير درت نص كاس تاع السكر ناعم، وغادي نكملها غادي ندير فيها نديرها ندير نكملها بالفلون فلون فريز. هنا ندير هذيك نص كاس تاع السكر غلاسي، ونزيد هنايا فلون شيات. غادي ندير زوج معالق كبار تاع فلون، على قولتكم نقصو غادي ندير زوج معالق ونص هاكا، على قولتكم نقصو السكر خاطش نعقب الفلون تاني حلو. هنا الشيرة تاني غادي ندير له نعطره بعطر الفريز، غادي ندير فيه شوية كيما قولتكم نكهة الفراولة هاكا، ونلونها كاع كيما قلتلكم. ندير بها ندير لها ساشي تاع خميرة الحلويات 10 غرام. دوك نقول كلشي، ندير لها الفرينة ونرجع لكم ان شاء الله.
صاي شيلات العجينات تاعي راهم واجدين. شوفوا هنايا راهم، هذه الاولى تاع الكاكاو درتهم في الساشيه باش يريحوا. شوفوا هنا القوانك راهي طايه، وهذه تاع العجينه الزاوجه تاع لي فريز تاع الفراوله هاي لهنا الثاني. شوفوا هنا ثاني كتبت لكم القوانك تاعها راهي طايه وشابه. دوك انا شيلات، انا هذه ما خدمتش من هذا الوقت، دوك نديرها في الفريجيدير. راكم عارفين الشيلات راه الحمام كون كاع تبداو دوك تخدموا بها دوك هذاك الدهن يولي لاخر. دوك انا نديرها في الفريجيدير تريح واحد 15 دقيقه هكا ولا باش عاده نبدا نخدم فيها. انا دوك نديها في الفريجيدير تريح، ومن بعد باش نرجع معاكم من بعد باش نبداو نخدموا لي صابلي تاعنا ان شاء الله. صاي الشيلات شوفوا هنايا راني بديت نخدم العجينه تاعي. شوفوا هنا ريحت كما قلت لكم خلوها تريح، ديروها في الفريجيدير هنا راهي بارده. شوفوا هنا كي راني نخدم بها راهي شاده روحها ما يشترك في الدهن تاعها. وهنا بديت نقطع عندي انا هذا الطابع تاع القلب، خاطر غادي نديرها تاع قلب حبه فوق حبه راني نقطع فيها. كيما عودتكم الخدمه تاعي كيما نقولوا توجور ديروا الخدمه في هذه الورقه الزبده باش ما تبداوش تجيو في الفرينه ولا العجينه تبداو تعاودوا فيها وهي تيبس وهما تروح لكم كاع ديك لاباط تاعكم. خدموا هذه الخدمه نقيه كيما اللي فيديو تاعي كاع اللي يعني دايرتهم راني خدمه هذه الخدمه. هنا دوك نبدا نقلع في الماء. شوفوا هنا كتجيكم خدمه سهله. شوفوا هنايا ونديرو في البلاط تاعي يطيب. انا بديت بهذا الغوز خاطش علاه بهذا تاع القلب عفوا باش فيه كلاصاج باش ينشف لي هو الاول. نبدا به نطيبه ونخليه يبرد باش عاد ندير له كلاصاج تاعه ونكمله. نكمل هذه العجينه تاعي باش نولو العجينه الاخرى تاع الكاكاو. هنا شيلات نرجعوا لذاك العجينه تاعنا تاع تاع الشوكولا. حنا شوفوا راني حليت هاك شيت باش ما نطولش معكم الفيديو، حليت ديك لاباط تاعي كاع وراني خادمه بهاد القطعة هاد الاوفال. غادي ندير الاوفال هذا هو كيما هاكا. شوفوا شيلات لاباط السمك تاعها كي دايره نقطعها كاع شيل كاع ديك لاباط تاعي كاع نطيبها. وهنا شيلات طيب كيما قلت لكم هاد العجينه تاع الكاكاو ما تطيبوهاش بزاف، خلوها واحد 10 دقائق من بعد هكا وقلعوها خاطش تغدركم بزاف. كاين بزاف اللي يحسبوها ما تبانهمش تحسبوها مازالت هي صعيبه تجي محروقه تجي مره عفوا كي طيبوها وصعيب. نقول لكم 10 دقائق وحبسوا. انا دوك نكمل بعد الجي تاعي ونرجعوا باش نزينوهم من بعد ان شاء الله. هنا نرجعوا الشيرات لا كريمو فيغ ولا كريمه الزبده. هنا غادي نديرها انا في البيتخان، واللي تبغي ديروها بالباتور انا بغيت نديرها سهل على روحي بالبيتخان ومام تطلع هاي تجي خفيفه خير. هنا اش غادي ندير الشيرات، انا غادي ندير كريمه الزبده نديرها خطره واحده ونقسم النص نديرها فريز والنص نديرها بالكراميل. انا اش عندي الشيرات هنايا، عندي زوج قوابس تاع مارغارين تاع 250 غرام وعندي زوج كيسان سكر كلاصي. وغادي نعطرهم هنايا تاع الشوكولا غادي ندير لها الكراميل عطر الكراميل، وتاع الفريز غادي ندير لها عطر الفراوله. وغادي نزيد ندير معاهم هنايا نص كاس تاع زيت، هذا ما كنمشي نص نص تحت النص باش تمد لها ديك الخفه. دوكا هنا ندير المارغارين تاعي هنايا قالوا هنا في البيت خاطر العجينه. ندير كلشي في راح بشيرات ونزيد قفصه زوجه ثاني. ندير داك السكر زوج كيسان ونخليهم يضربوا مليح باش عاد نزيد شويه ونديرهم الزيت. هنا الشيرات نبدا ندير في الزيت تدريجيا. هنا كيما قلت لكم نص كاس تاع زيت. هنا نبدا ندير فيه غير بشويه كيما هكا هكا. هنا صاي شوفوا خواتاتي الكريمه تاعي راهي وجدت. شوفوا هنا كي شوفوا هنا كي ولات، شوفوا هنا ولات كيما نقولوا ولات لا كولور تاعها فاتحه بزاف وتجي بنينه بنينه بزاف. هنا دوك صاي غادي نقسمها، راني دايره هنا زوج لايف غادي ندير وحده نص من نص منه باش نكهم بالعطر هذا تاع الفراوله والعطر الكراميل.
هذا العطر تاع الكراميل. شوفوا هنا كي جات مملا كولور تاعها وتتبدل. هنا شي نرجعوا للكلاصاج. هنا شي عندي شي الكلاصاج انا ثاني غادي نديره هنا في العجينه. شوفوا شيات هنايا الكلاصاج كون زعما كل واحد وربي ان شاء الله ربي كاع يفرجها كاع عليهم. اللي متمنيه بيتخا انا كنت تمنيتها في شحال من عام وربي ملي كتبها الحمد لله راني شريتها. ديروا فيها كلاصاج ما تامنوش يخرج لكم واحد الكلاصاج شباب بزاف ويلمع يقعد ويقعد طري كما اللي ديروه باليد. هنا اش غادي ندير شيات في الكلاصاج. انا غادي ندير هنا عندي هذوك زوج حبات بيض تاع البياض بيض تاع لي باليف تاع الكاطو اللي كلعته زوج بياض غادي نديرهم هنايا في البيتخا. عندي هنايا نص كيلو عندي شيات هنا نص كيلو تاع ما ما عادي من سبالة ولا نص كيلو تاع الماء. وعندي هنايا نص كيلو تاع ما زهر. غادي ندير معاهم هنا الشيرات حط زوج مغارف تاع زيت زوج مغارف تاع زيت. هذاك الزيت غير هكا للبويونس بصح هو صدقوا لي كي ديروا الكاطو عفوا الكلاصاج في العجينه يجيكم يلمع بلا زيت لا والو. انا غادي غير ندير هذو زوج مغارف بالزيت وندير شويه تاع السكر سكر كلاص غير شويه كيما هكا هكا واحد نقولوا نص على حساب كاس سكر كلاصي ونخلوه يدور هنا مع ال ديرو غير في اللول الشيرات فيتاس اللول ومن بعد نبداو بشويه بشويه باش يبدا يتخلط. قلنا نبدا نزيد في السكر تدريجيا غير بشويه نزيد السكر غير بشويه كيما هكا ونخليه الشيرات دروك كملنا كلشي كملت هذاك الاخر. سمحوا لي شيرات الفيديو غادي يجيكم شويه طويل بصح راني نصور لكم خطوه خطوه باش تستفادوا. هنا دوك شوفوا الصابلي تاعي هنا طاب هذا تاع الفخاز. شوفوا هنا الشيرات كي طاب شباب جا ما جاش طايب بزاف احمر جاي ما شاء الله. هنا هذا هو الصابلي تاعي تاع ما نقولوا مونديلا حنا في وهران نقولوا مونديلا. وها هما لي كريم تاعي هذه تاع الفخاز وهذه تاع الكراميل. شوفوا هنا راه كولور تاعها شاجت ما شاء الله. وغادي نوريكم الكلاصاج تاعي. شوفوا هنا كلاصاج شيرات كي راهي الماء وجا جا جا روعه روعه. جربوا شيرات هذا الكلاصاج تاع البيتخا ورجعوا لي خبر. هنا دروك الشيرات غادي نوخر الكلاصاج تاعي هنا يريح نغطيه ونخليه يريح. دوك نبدا هنايا في لا كريم اوبر قبل ما نوجد الشوكولا تاعي تذوب واحد يلاقي وجد صالحه باش عاد يبدا يخدم. انا غادي ندير هنا الكريمه هنايا ديرو بالمغرف ولا بلا بوش عمرو دير هكا كامل كمية لاباس بها باش يجيكم ديك تجي شابة بزاف كريمة هكا ونبلع هاك هكا شي هاد. اشوفو هنايا كي جات ونحطها على جهة ونزيدو حبة من هاد الشوكولا هكا شريت ونديرو أو مام طون راني ندوب في الشوكولا. وهنا كي ديرو شيرات لاكريم اوبوغ توجور ديرو ديروها في الفريجيدار. ديرو الكاطو تاعكم في الفريجيدار يقدا بروحها باش كي تجو ديرو تكلاصو ولا ديرو لها الشوكولا ولا كلاصاج ما يبداش كيما نقولو الحبة تهرب على خدها. يكون هداك لاكريم يكون هداك الدهان برد ويشد روحه. هذا هو شوفو الشيرات كي جات هديك القوام تاعها. هنا دوك شي دوك نعمر كاع الكاطو تاعي وندير له الشوكولا وتشوفوا معايا من بعد شنو صاي شيرات. شوفوا الكاطو راه وجد راني كملته راني زينته. شوفوا هنا هذاك الكاطو تاع لي فخاز شوفوا نشفوا زينته راكم عارفين تزيين بسيط سامبل ما بغاوش فيه الزواق بزاف. وهذا ثاني هذا هو تاع الشوكولا. شوفوا هنا كي درت له الشوكولا ما بغيتش نطول معكم فيديو درت له هذا الزيكزاك بشوكولا بيضاء والحلوه هذيك الذهبيه راني عمرتها في البلاوات. شوفوا هنا كي جا روعه شيلات جاي يدوب في الفم وكما نقول لكم كميه لاباس بها. هنا دوك شيات شحال جاتني من حبه نقول لكم في هذا الصابلي هذا جاتني 60 حبه 60 في هذا و 60 في هذا. وهنا اللي تبغي تخدم مشاريع تاع كاطو ولا انا عطيتكم
عندكم كاع المقادير كاع تاع ال 60 حبه شحال تجيكم في هذا الصابلي. وهذه هي دوك نقسم لكم حبه تشوفوا من الداخل كيجي شباب. هنا شوفوا شيرات هنا هذا الموديل كيما نقولوا، شوفوا هنا كي جا شباب بزاف. شوفوا هذيك الكريمه تاع الزبده، شوفوا هنا كراهي، شوفوا كراهي تفتت جاها. هنا زيد نقسم لكم هذا ثاني تاع الكلاصاج تاع الفراوله. شوفوا هنا الكلاصاج كي قاعد يطري، شوفوا ديك الكريمه ثاني جاي تفتت شي روعه. وهذا هو، ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم الشيرات. وما تنساوش لايك توجو، نقول لكم جيم جيم لا فيديو باش تستفادوا كاع ويشوفوا هاد الفيديوهات تاع المشاريع تاع الحلويات كيما هكا وتستفادوا. هذه هي، تهلاو في روحكم الشيرات وفيديو جاي، ومع السلامه.